هي مجرد خبرية، مجرد إشاعة بس لإزعاج نضال ولإزعاجنا نحن معه. حدا ممكن يشتغل 72 ساعة نون ستوب بلا أكل، بتقضيها على السيجارة والدخان، عندك كم من العطاء بالشغل ماني شايفته بحدا تاني، هي حدا بيقرأ كتير، يعني عندك كم من المعلومات، بالنسبة لنا هي مصدر للمعلومات، يعني نادرا ما يكون في شي كتاب معين هي منا قريته، هي حدا بيقلد بطريقة كتير حلوة، كان عندها موهبة الغنى بس مع العمر صوتها صار بينقص، فهلا بعد فترة عمل طويل بتكون هيك مشتغلة كتير، فبتنهيها انه على الفاميلي جروب بتغني لنا ولازم نسمعها. هلا الشغلة اللي انا ما بحبها بنضال اللي هي التالي، كل اللي بحبها من كل قلبه بتنفر منه، بتبعدوا عنا، بينما الاشخاص اللي بيستغلوها واللي استعملوها لوصلوا لمحلات معينة اللي هيك في نقول صراحة انه تعمشقوا على ظهره لوصله، نضال بتحبهم، واللي بدي اقول لك انه انا بحبك، انا فخورة فيك، وخففي من طيبة القلب شوي.